بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الإيمان بالله جل جلاله والتصديق بما جاءنا من عنده وهو هذا الكتاب الكريم القرآن العظيم، والتصديق بالنبي الكريم الذي أرسله ربه وأنزل عليه وحيه وأمره أن يبلغ الناس وأن يدعوهم إلى الإيمان بالله جل جلاله، هذه هي أصول هذا الدين: إيمان بالله جل جلاله وتصديق بوحي الله جل جلاله وتصديق برسوله الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن بعد الموت بعث وبعد البعث حساب ثم جزاء وخلود أبدي سرمدي في الجنة أو النار. هذه دعوة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام التي دعا إليها الناس ورغب فيها وأنذر وحذر ورغب، كما أمره الله عز وجل إذ أرسله ربه عز وجل بشيرا ونذيرا، وأرسله ربه عز وجل بالبينات فبين للناس ذلك كله. وكانت هذه السورة الكريمة المباركة سورة آل عمران، والتي كان نصفها الأول إنما هو هذه القضية، قضية البلاغ، قضية البيان، قضية الدعوة، قضية الإنذار، قضية التبشير، قضية البلاغ المبين. ولكن هذا البلاغ في هذه السورة وفي قسمها الأول كان موجها لشريحة وموجها لطائفة معينة ممن كانوا على زمنه صلى الله عليه وسلم، وممن جاوروه، وممن كانوا بعيدا عنه شيئا ما من حيث المكان ولكنهم وفدوا إليه. فكانت هذه السورة في قسمها الأول أمر البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب. ونحن نقف مع القسم الأخير والآيات الأخيرة من هذا النصف الأول الذي قضيته قضية
قضية الحوار والبلاغ لأهل الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع آياتها، وقفنا مع قصص أنبياء بني إسرائيل، وكان جل ما ورد في هذا القسم مرتبط برسولهم الأخير عيسى عليه السلام، فإن أنبياء بني إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، فهم من ذريته ومن نسله. ويعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وبعد أن كان ذاك الحوار والعرض والبيان والمجادلة بالتي هي أحسن، والتردد بين البشارة والنذارة لهم وإيضاح الحجج، ونحن في خاتمة هذا القسم الأول نجد أن الأمر يعود إلى القضية الأم، القضية الأساس، قضية الإيمان وقضية الكفر. قضية الإيمان، الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بالأنبياء والرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، هذه القضايا الكبرى التي التصديق بها يدخل الإنسان في دائرة الإيمان في مسمى الإسلام. وعندما لا يقبل الإنسان ذلك فإنه يخرج من هذا المسمى ليعطى مسمى آخر، إنه مسمى الكفر، الكفر بالله جل جلاله. وهنا نجد أيضا القرآن العظيم وهو يذكر لنا هذه الكلمات، هذه الأسماء، ويبين الأمر المتعلق بها من حيث المضامين التي تدخل تحت هذه الكلمات الرئيسة، هذه الكلمات التي هي محل التكليف، التي هي محل التقويم للإنسان، التي هي محل الوصف الرباني للإنسان عندما يعتقد وعندما يتصور وعندما يعمل وعندما يجتمع وعندما يفترق وعندما يعادي وعندما يحب وعندما يبغض، فإنه يوصف بتلك الكلمات التي لها دلالتها. وليتبين أن القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي حفظ مصطلحاته والذي بين كلماته وأظهرها للناس وبين كيف تستخدم ومتى تستخدم وعلى من تطلق، فإن الأمر ليس مجازفة، فالإيمان إنما يطلق على أصحاب أعمال وأصحاب تصورات وإدراكات ومعتقدات وأخلاق، وكذلك الإسلام يطلق على أصحاب تصورات ومعتقدات وإدراكات وأعمال وأقوال، وكذلك الكفر وكذلك النفاق. ثم ما هو تحت هذه الكلمات الكبرى من وصف للأعمال الخير والبر والصالحات أو الضلال والفساد والمنكر، فإننا نجد القرآن يتضمن تلك المصفوفة من الكلمات
ذات المعاني ثم ذات الأثر على الإنسان في دنياه، وذات الأثر على الإنسان في أخراه. ونجد أن الأمر كما أنه ابتدأ بقضية مصدر التلقي وهو هذا الوحي، وأن مصدره من عند الله عز وجل، فابتدأ بالثناء على الله الذي نزل هذا الكتاب، وذكر الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل بوحيه وبهداه للناس، ثم يبدأ الأمر عندما كان ذاك العرض، وكان الغالب من أهل الكتاب أنهم لم يقبلوا، فتأتي هذه الآيات أيضا لتبين في خاتمتها هذا الأمر، وأن الإيمان أم أن الإيمان هو والإسلام هو الأمر الذي كان عليه جميع الأنبياء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوضوح في الحكم، والوضوح في المآل، وما هي عاقبة الإنسان، وأن الأمر متوقف على قضية إسلام أو كفر، وأن هذه الأوصاف ستبقى ما بقي هذا الكتاب، وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله، ستبقى هذه الكلمات، وسيبقى هذا المعيار ليوزن به الناس. ما بقي على ظهر الأرض مصدق بهذا القرآن، مؤمن بهذا الكتاب، مؤمن بأنه وحي من عند الله، فسيبقى هذا الكتاب واستعمال كلماته التي الله عز وجل جعلها فيه. وقفنا في درسنا الماضي عند قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الكفر بعد الإيمان، فأثبت لهم أنهم كفروا، وأن ذلك كان بعد حصول إيمان منهم، بعد إيمانهم، ثم أنهم لم يقف كفرهم في درجة واحدة، بل هو في ازدياد، ليعطي دلالة على أنهم اختاروا هذا الطريق برغبة، وأنهم يسلكون هذا الطريق بثبات عليه، ولذلك حالهم زيادة من هذا الأمر. ثم يبين ما هو الموقف من الله جل جلاله منهم بعد أن كان هذا حالهم، بعد الإيمان الذي أخبر عنه أنه كانوا عليه، ثم انتقالهم إلى الكفر، ثم استمرارهم في هذا الطريق بالزيادة منه، فيبين ما هو الموقف منهم، وما هو موقف الرب جل جلاله منهم، وهذا حاله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، فالأسبق هو الإيمان الذي كان منهم، فما هو هذا الإيمان؟ فمن قال من العلماء أن المخاطبين هنا أهل الكتاب، أن المخاطبين أهل الكتاب، فما هو الإيمان الذي كانوا عليه قبل كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن المقصود إن الذين كفروا هنا كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا
أن المقصود أهل الكتاب، فما هو الإيمان السابق؟ فهنا قال العلماء أن إيمانهم السابق حيث أنه كان في كتبهم، ومما بقي فيها أن هناك نبي آخر الزمان، وأنه يجب الإيمان به وتصديقه ونصرته وتأييده. فقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب يخبرون بذلك ويعلنون إيمانهم به على حال الغيب واستعدادهم أن ينصروه وأن يؤيدوه إذا ما بعث، وكانوا يكررون ذلك على أسماع العرب من الأوس والخزرج ممن كانوا يجاوروهم في المدينة، وكذلك غيرهم من العرب. فلما بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، بدلا من أن يقابلوا ذلك بالإيمان ويكونون الأسبق إليه لما في كتبهم من الإخبار بنبي آخر الزمان، فإنهم قابلوه بالكفر وعدم الإيمان والتصديق به، وصدوا عن سبيله ودعوته، بل عادوه، بل حرضوا الناس عليه، بل افتروا عندما قالوا لقريش أن ما أنتم عليه من عبادة الأصنام خير وأقوم مما عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يكون المقصود من قوله عز وجل بعد إيمانهم الإيمان هو إيمانهم بنبي آخر الزمان الذي كانوا يتكلمون به، ويكون فعلا هنا الخطاب لهؤلاء المعنيين الذين الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في زمنهم وهم أحياء وكانوا يتكلمون قبل بعثته. ومن العلماء من قال أيضا المقصود بالإيمان والخطاب والمخاطب هم أهل الكتاب، قال إيمانهم أن اليهود آمنوا بالتوراة، بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، وآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وكفروا بعيسى ولم يقبلوا بالإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عليه. فإذا هذا كفر بعد إيمان، وأن المخاطب اليهود من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. فإذا يكون أهل الكتاب لكن بصورة أخص المقصود اليهود، إن الذين كفروا بعد إيمانهم. ومن العلماء من قال أن المقصود هنا إن الذين كفروا عموم الكفار، فإن قلنا عموم الكفار، طيب مشرك العرب ما هو هذا الإيمان الذي كان من قبل كفرهم؟ قالوا المقصود بالإيمان هنا هو إقرارهم بما أخذه الله عز وجل عليهم من العهد، حيث أخذه عليهم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام يوم أخرجهم في عالم الذر، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا إقرار منهم وإيمان. فقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم أي بعد ذاك الإقرار السابق، وهنا يكون المخاطب عموم الكفار، ويكون الإيمان السابق هو ذاك الأمر الذي اشتركوا جميعا فيه، وهو الإقرار لله جل جلاله يوم أخذ العهد على ذرية آدم كلهم، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا.
قالوا فالإيمان إذن هو ذاك العهد الذي أخذ على الجميع، فيدخل إذن إن الذين كفروا إذن عموم من كفر، وإن كان المعنى الأول أقرب حيث يدخل أولا، حيث أن الآيات المخاطب بها عموم أهل الكتاب، والأمر يتسق مع هذا المسار. ومن العلماء من قال المخاطب هنا تلك الفئة التي ارتدت من الأوس والخزرج، والذين أسلموا في أول الأمر وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عددهم 12 رجلا، وأنهم ارتدوا وخرجوا إلى مكة، من المدينة إلى مكة، وبقوا فيها. فقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم، المقصود هؤلاء الذين ارتدوا بعد إسلامهم، ارتدوا بعد إسلامهم. فيقول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إذا عرفنا المخاطب وأقوال العلماء، وأن الأظهر والعلم عند الله أن المخاطب هنا أهل الكتاب، حتى يتسق الخطاب مع الآيات التي قبل ذلك، والحديث عن بني إسرائيل والحوار الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ازدادوا كفرا بأن موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم الإيمان به وعدم تصديقه، أثر على عملهم وعلى معاملتهم له، فكانت المعاداة، وكان منهم البغض، وكان العمل على خلاف ما بلغهم من دعوته ودينه وشريعته، فكانت تلك الأعمال هي زيادة في الكفر، إذ لم يقف الأمر عند عدم التصديق به، وإنما تعدى وزاد إلى المعاداة والبغض والمخالفة في الأعمال. فإذا هذا قوله ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا. يقول الله عز وجل لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية وهذه الجملة أن تقبل توبتهم، وفي القرآن أن الله عز وجل أخبر أن من تاب توبة صادقة فالله عز وجل يقبلها منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والله عز وجل من أسمائه التواب ومن أسمائه الغفار، فها وهنا في هذه الآية يقول الله لن تقبل توبتهم. فكيف نفهم هذه الجملة في ظل ما أخبر الله عز وجل عنه من قبول التوبة ممن تاب؟ فقال العلماء لن تقبل توبتهم عندما تكون في وقت مفارقتهم للدنيا، وأن هذا كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قالوا فالمقصود هنا لن تقبل توبتهم عندما يفارقون هذه الدنيا، وأنهم مستمرون على كفرهم،
ومن المفسرين من قال لن تقبل توبتهم، أي المقصود تلك الذنوب التي كانوا يرتكبوها ويخالفون ما عندهم في كتابهم ويعصون الله عز وجل، فيقول لن تقبل توبتهم، أي إن أرادوا أن يتوبوا من تلك الذنوب فلن يقبلها الله حتى يكون منهم الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعدم إيمانهم كفروا، فلن يكون لذنوبهم ومعاصيهم مغفرة وقبول توبة، لأن هناك ما هو أعظم وهو الكفر بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذا لن تقبل توبتهم معاصيهم التي ارتكبوها مخالفين بارتكابها ما جاء في كتابهم، فإذا أرادوا أن يتوبوا وقد كان منهم الكفر بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فلن يقبل الله عز وجل توبتهم، فلن يقبل الله توبتهم، لن تقبل توبتهم. ومن المفسرين من قال لن تقبل توبتهم بأنهم لن يوفقوا للتوبة، أي سيعاقبون من الله عز وجل بعد أن كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا واستمروا على ذلك، سيعاقبهم الله عز وجل بأن يصرف قلوبهم عن التوبة من ذنبهم الذي اقترفوه، ومن ثم فلن يوفقوا للتوبة عقوبة عاجلة من الله عز وجل على ما ارتكبوه وهو الكفر والزيادة في الكفر، فيعاقبهم الله بألا يوفقوا لأن يتوبوا، لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم. وأولئك هم الضالون، أولئك الذين هذا حالهم وهذا صنيعهم، أولئك هم الذين ضلوا وانحرفوا، وقوله هم وكأن الأمر محصور فيهم، وهذا يؤكد الحكم عليهم بهذا الأمر. وهنا أن نقول أن المخاطبين هنا أهل الكتاب، وبصورة أخص اليهود، عندما نأخذ هذا الوصف أيضا ونربط بينه وبين سورة الفاتحة، فالوصف لأهل الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا الوصف في تلك الآية ارتبط بأهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فأطلق عليهم الرب جل جلاله هذا الوصف المغضوب عليهم والضالين. وهنا أيضا يقول الله عز وجل وأولئك هم الضالون، ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ما زال الحديث عن المخاطبين أنفسهم الذين سبق ذكرهم، ماتوا وهم كفار، إذا لم يتوبوا ولم يبادروا بالتوبة. ولذلك نأخذ حقيقة من هذه الآية قضية التحذير من تأخير التوبة، التحذير من تأخير التوبة، فإن الإنسان قد يقتحمه الموت اقتحاما
ويأتيه الموت فجأة. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يؤخر التوبة إذا وقع في الذنب والمعصية، فكيف إذا وقع في الكفر؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي بعد أن كفروا استمروا على كفرهم ولم يخرجوا عنه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، بل بقوا عليه إلى آخر أعمارهم، وماتوا وهم كفار. وماتوا وهم كفار نسبا هنا، يعني وماتوا أي بقوا هذه المدة التي قدرت لهم من الحياة على ذلك الكفر. وعندما ماتوا ماتوا على ذلك الكفر وهم كفار. إذن كانت هناك عزيمة، وكان هناك إصرار، وكان هناك ثبات على هذا الطريق الذي اختاروه، وهو الكفر بالله عز وجل، والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الخاتم. فماتوا على ذلك، على هذا الاعتقاد. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي كانت خاتمتهم ونهايتهم على الكفر. فيقول الله عز وجل: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. القبول هنا، القبول من الله سبحانه وتعالى لعمل من هؤلاء. فما هو العمل؟ قال: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا، وهل أحد يملك ملء الأرض ذهبا من الناس؟ فإذا يكون المقصود هنا، وهذا الأظهر، أن الأمر يوم القيامة، وأن العبد يتمنى أن يقدم كل شيء ليفتدي نفسه من عذاب النار بعد أن يرى عذاب النار وبعد أن يقف على شفيرها. فإنه يتمنى أن يفدي نفسه بأي شيء. وقد جاء في القرآن أنه يتمنى أن يفتدي بأهله وولده: يود المجرم يومئذ، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وجاء الإخبار أن الله عز وجل لا يقبل منهم الفداء، والتعبير جاء في القرآن عن عدم قبول الفداء. جاء الإخبار بأنه لا يقبل منهم الفداء كما في هذه الآية: لو جاء بملء، لو جاء هذا الكافر بملء الأرض ذهبا. وجاء أيضا في آية أخرى أنه لو جاء بما هو أزيد من ذلك، وهذا في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا
لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما قبله الله منهم. لو جاءوا بكل ما في الدنيا ومثله معه ليقدمه هذا الإنسان فداء له من عذاب الله لا يقبله الله عز وجل منه. وجاء الإخبار أيضا أن الله لن يقبل منهم فداء على الإطلاق بدون تحديد، وهذا كما قال الله عز وجل في القرآن: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. ما يقبل الله أبدا مهما كان أمر الفدية، لا يقبل لا بالمال ولا بالأهل ولا بغيره. وهذا أقول أيها الإخوة يعطينا الدلالة على عظم جريمة الكفر بالله جل جلاله، وكيف هذا الإنسان المؤمن يدرك قيمة الإيمان الذي أكرمه الله به وشرح صدره له ويسره له، كيف ينبغي أن يعرف قدره وقيمته وكيف يحافظ عليه وكيف يطمئن على أنه يعمل وفق هذا الإيمان وهذا الإسلام بصدق، فهو شيء غالي، بل هو أغلى شيء في هذا الوجود بالنسبة للإنسان في حياته، أن يكون مؤمنا بالله وأن يكون مسلما لله خاضعا له جل جلاله، أغلى ما يملك الإنسان وأثمن شيء في حياتك وأعظم ما تدخره لملاقاة ربك عز وجل هو هذا الإيمان هذا الإسلام. لأن الإنسان إذا فقد ذلك، إن وقف بين يدي ربه عز وجل، ما هو زاده؟ إن جاء الإنسان وهو كافر بالله، كافر بكتاب الله، كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما هو زاده لذاك اليوم العظيم؟ فقوله عز وجل: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، دليل على أنه ليس هناك جرم يلقى العبد ربه عز وجل به أعظم من جرم الكفر، أنه لا يقبل له فداء على الإطلاق على الإطلاق. والإنسان لا يملك شيئا يوم القيامة، لا يأتي إلا بما عمل وقدم، ويخرج الناس من القبور كما خلقهم الله أول مرة، حفاة عراة غرلا، ليس إلا ما قدموا من الأعمال. فيقول الله عز وجل: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ومن العلماء من قال عدم القبول هنا أن هذا الذي كفر قد يكون له أعمال طيبة في الدنيا من إنفاق أو غيره، فيخبر الله أنه لا يقبلها ولو كانت تلك الأعمال هي إنفاق ملء الأرض ذهب، ما دام مات على الكفر فهو كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبله الله لمفارقة الكفر. والقول الذي قبله أن ذلك يوم القيامة، ويستدل من قال بأنه يوم القيامة بما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يخاطب عبده الكافر ويقول له: وددت
أن لك الدنيا وتفتدي بها من عذاب النار؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل له: لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أردت منك ما هو أهون من أن تقدم هذا الفداء العظيم والكبير، أردت منك ألا تشرك بي شيئا، لا تشرك بالله. فيقول: فأبيت إلا أن تشرك بالله عز وجل، أبيت إلا الشرك. فلذلك لن يقبل منه فداء، كما أنه لم تقبل توبته فكذلك لن يقبل منه فداء. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الواو هنا دلت على الاستغراق، أنه لو جاء بكل شيء بكل شيء وأراد أن يقدمه فداء لنفسه حتى لا يدخل النار فلن يقبل ذلك منه، لن يقبل ذلك منه. إذن كونه مات على الكفر، كونه مات على الكفر، إذن هو يأتي يوم القيامة لن يقبل له عمل. وقد أخبر الله عز وجل أن دخول الإنسان للجنة هو برحمة الله عز وجل، ومن رحمته أن قبل العمل الصالح من العبد وارتضاه أن يكون ثمنا لدخول الجنة الغالية. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهؤلاء إذن من قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، من قال أنه في الدنيا وكانت منهم أعمال طيبة فما دام هذا الإنسان مات على الكفر فلن يقبل الله عمله، ومن قال أن ذلك في الآخرة أنه لو قدم وملأ هذه الدنيا ذهبا وأراد أن يفتدي من عذاب يوم القيامة ما قبل الله ذلك الفداء منه. فيقول الله عز وجل: أولئك، هؤلاء الذين هذا حالهم، ماتوا على الكفر، كفروا وبقوا على الكفر وماتوا على الكفر. فيقول الله عز وجل: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إذن عندنا ثلاثة عقوبات: العقوبة الأولى أنه لن يقبل منهم فداء ولا عمل، وهذا الأمر بحد ذاته هو إيلام، وهو لأنه تيئيس، تيئيس لهم أن لا يدخلوا النار، يعني تيئيس لهم من النجاة من النار. إذن هذا الأول، وهو أن الله لن يقبل منهم الفداء فيدخل في قلوبهم اليأس، واليأس ألم، واليأس ألم. ثاني قوله عز وجل: أولئك لهم عذاب أليم، فبعد اليأس من النجاة حصول العذاب، حصول العذاب. فإذا ما وقع عليهم العذاب وهو الأمر الثاني، وهذا العذاب قال أولئك لهم، كأن العذاب أعد لهم دون غيرهم، ثم أنه عذاب وهذا كافي، فكيف إذا أضيف إليه وصف أليم
ومن الذي قال أنه عذاب ومن الذي وصفه بأنه أليم؟ الله العظيم. إذا ماذا يتخيل الإنسان من ذلك العذاب؟ وكل هذا ثمرة الكفر بالله جل جلاله. كيف لا يكون الإنسان بعيد عن الكفر؟ كيف لا يعرف الإنسان قيمة الإيمان الذي به إن لقي الله عز وجل صادقا ينجيه الله عز وجل من عذابه الأليم ويدخله في رحمته ونعيمه وجنته؟ فكيف لا يعرف المؤمن قدر الإيمان؟ وكيف لا يعرف المؤمن جرم الكفر؟ ولذلك هو هذا المؤمن يتعامل مع الكافر بمنظارين. المنظار الأول منظار فرح أن الله أنقذه من ذلك الأمر، فيدعوه هذا الفرح أن يثبت على إيمانه. والمنظار الثاني منظار حزن ورحمة به، أي بهذا الكافر، فيدفعه إلى أن يدعوه بصدق وأن يبذل جهده وطاقته في أن يخرجه مما هو فيه قبل فوات الأوان. فهذه نظرة المؤمن لمن كفر، هو يفرح مع نفسه بما يدفعه لمعرفة قدر الإيمان الذي أكرمه الله به وليزداد ثباتا على دينه وإيمانه. والنظرة الثانية نظرة الشفقة والحزن على هذا الذي اختار هذا الطريق، وقد علم المؤمن أنه لو بقي عليه ما هو مآله، فتدفعه هذه النظرة إلى الحرص على إرجاعه إلى الهدى والحق وبذل النصيحة له وعدم التواني فيها. وللأسف ما أكثر التقصير في هذا الأمر أن يقدم هذا النصح لمن كفر بالله جل جلاله، فيقول الله أولئك لهم عذاب أليم. إذن هذا الأمر الثاني في معاقبتهم. الأمر الثالث قال الله عز وجل وما لهم من ناصرين، لن يجدوا من ينصرهم فيخرجوا من النار، ولن يجدوا من يشفع لهم وتقبل شفاعته فيخرجوا من النار، ذلك لن يكون. وما لهم من ناصرين، ليس لهم أحد ينصرهم ولا يستطيع أحد أن ينصرهم. وفي ذلك إعلام بأنهم هم عاجزين أن ينصروا أنفسهم، الذين تبجحوا في هذه الدنيا وادعوا لأنفسهم، فإنهم يوم القيامة لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا يجدون من ينصرهم. وما لهم من ناصرين. فإذن هذه العقوبات الثلاث التي عوقبوا بها: التيئيس من الفداء وهذه عقوبة، لهم عذاب أليم هذه عقوبة، ما لهم من ناصرين هذه أيضا عقوبة، عاملهم الله عز وجل. والسبب والتعليل لتلك العقوبة هو كفرهم بالله عز وجل وعدم تصديقهم بالنبي الخاتم وما أنزله ربه عز وجل عليه وهو القرآن العظيم. ثم يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لما كان الكافر نفقته لا تنفعه وعمله الطيب
لا يبلغ به عند ربه، لأنه كفر بالله. فيبين الله عز وجل للمؤمن كيف تكون نفقته مقبولة، بل كيف ترتقي به نفقته إلى أعلى الدرجات والعطايا من الله سبحانه وتعالى. واضح إذن، في مقابل هؤلاء الذين لم يقبل الله عز وجل الفداء منهم، ولم يقبل الله عز وجل ما قدموه في الدنيا من الإنفاق في عمل طيب، لأنهم كفروا. وأما المؤمن فالله عز وجل يبين له كيف تكون نفقته مقبولة، فيقول الله عز وجل: لن تنالوا، لن تستغرقوا ظرف الزمان، لن تنالوا البر في كل مراحل المجازاة، لن تبلغوا هذه الدرجة حتى تنفقوا، وأن يكون الإنفاق بوصف مذكور. فإذن لن تنالوا، عرفنا لن تستغرق ظرف الزمان كله، تنالوا تصيبوا، لن تصيبوا البر. ما المقصود بالبر هنا؟ ذكر العلماء أقوالا تعود إلى أمرين: الأول ما به، يعني ما به يصل الإنسان إلى درجة البر، والثاني ما يحصل للإنسان، ما يحصل للإنسان من الثواب على ذاك العمل. إذن الأول يدخل تحت العمل الذي، يعني ما به الإنسان يحصل له ثمرة البر، والثاني المقصود به هو ذاك الأمر والثواب الذي يحصل له. ففي الأول، من الأول من قال: لن تنالوا البر، قالوا هو فعل الخير الذي يثاب عليه. فالبر هنا أن الإنسان لن يناله حتى يكون هذا حاله في الإنفاق. إذن المقصود بالبر فعل الخير. ومن هذا أيضا من قال: لن تنالوا البر، لن تستكملوا التقوى في نفوسكم حتى تكونوا كذلك. ونعلم أن التقوى تثمر المكافأة والمجازاة من الله عز وجل، الجنة والعطاء. فقالوا: لن تنالوا البر، لن تكتمل التقوى في صدوركم حتى يكون هذا حالكم في أمر الإنفاق، في أمر الإنفاق. وأما من قال بالمجازاة، وأن المقصود بالبر هنا الثواب، قالوا: لن تنالوا البر، لن تنالوا الجنة. ومنهم من قال: لن تنالوا البر، لن تنالوا الثواب والمكافأة حتى يكون هذا صنيعكم. إذن إما أن يفسر البر على ما قبل المجازاة من الأمور التي رتب عليها المجازاة، وإما أن يكون المقصود به ذات المجازاة. لن تنالوا البر، فمن قال
ما به نصل إلى درجة الأبرار، إذن ففسر لن تنالوا البر، لن يكتمل أمر التقوى في قلوبكم إلا أن يكون هذا حالكم. لن تنالوا البر حتى، ولذلك طبعا إذا قلنا المجازاة يعني أيضا أنها هي درجة عليا للأبرار في الجنة، للأبرار في الجنة. فيقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. وجاء التعبير هنا على وجه المبالغة في الترغيب في الإنفاق بهذا الوصف، حتى تنفقوا مما تحبون. فينفق الإنسان ما تعلق قلبه به، ما تعلق قلبه به فيكون إنفاقه منه. لن تنالوا البر، إذن لن تنالوا أعلى منازل القرب، ليكون هو طريق اكتمال التقوى في قلوبكم، وليكون هو أعلى المنازل في القرب، وليكون فوز الإنسان بأعلى المنازل والدرجات وأكمل الثواب وأعلاه، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. طيب الإنفاق هنا هل المقصود به الإنفاق المفروض وهو الزكاة، أو المقصود الإنفاق النفل وهو الصدقات؟ فمن العلماء من قال المقصود الصدقات المفروضة، ومنهم من قال صدقات النفل، ومنهم من قال الاثنين معا. وهذا يعطينا دلالة أن هذا الدين يقوم بناؤه في نفس الإنسان على أن يربى هذا المؤمن المسلم على الإنفاق في سبيل الله، فهو ينفق لنصرة دينه، وهو ينفق لإخوانه، وهو ينفق للدعوة في سبيل الله، وهو ينفق المال، وهو ينفق من وقته، وهو ينفق من جهده وقوته الإنفاق. فيقول الله عز وجل لن تنالوا البر، إذن إن قلنا على الدنيا إذن لن تنالوا أعلى منازل القرب، أنك بلغت وقدمت أعلى المنازل في 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 فيما هو قربة، أو أنه لن يستكمل أمر التقوى في قلبك، أو أنك لن تبلغ يوم القيامة الدرجات العلى، أو أنه لن ينالك الثواب الأعلى والأكمل والأوفى من الله عز وجل، حتى يكون هذا حالك، حتى تنفقوا مما تحبون. من هنا على قول الأكثر أنها للتبعيض، أن يكون إنفاقك مما تعلق قلبك به. وهنا قضية يعني سبق ذكرها، وهو أن الإنسان لا يترك الشيء المحبوب إلا لمحبوب هو أعظم، والإنسان تعلق قلبه بالمال
فكيف بأحسنه وأطيبه وما تعلق قلبه به، فيكون أشد حرصا على امتلاكه وعدم التفريط فيه، فلن يتخلى عنه إلا لمحبوب هو أعظم في نفسه وأعلى وأكبر وأكمل. فلذلك كان هذا دليلا على صدق الإيمان، دليل على اكتمال التقوى، دليل على أن الإنسان يقدم أعلى القرب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، يعطينا دلالة أيضا على أن البر كمال الخير، كمال الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقوا من شيء، لأن هنا هل لا يقبل الله الإنفاق حتى يكون من الأعلى؟ طب من كان لا يملك ذلك وأنفق ما عنده ولو كان قليلا، ولو كان ليس موصوف بهذا الوصف، هل لا يقبله الله؟ فيقول الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما تنفقوا من شيء قل أو كثر فالله عز وجل عليم به، والله عز وجل يجازي ويكافئ عليه متى ما كان صاحبه صادقا في ذلك الإنفاق، فإن الله عز وجل عليم به. عليم به هنا من العلماء من قال عليم به أي مجاز عليه، ومنهم من قال عليم به أي عليم بنية صاحبه. ونسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. أكبر، الله أكبر.